نعم. أحسن الله عليكم يا شيخ، نهاية الخطابات إيش؟ بعض الخطابات في نهايته يقول ولكم خالص تحياتي أو خالص شكري. نعم. ما حكم هذه الكلمة يا شيخ؟ ليس فيها شيء، لأن المراد بخالص التحيات يعني التحيات الخالصة التي لا يشوبها رياء ولا سمعة. والله عز وجل قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ويقول عز وجل فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ولا يشعر الإنسان إذا قال لكم خالص التحيات أنه يريد التحيات التي لا تصح إلا لله عز وجل، كما في قولها التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا لا يطرأ على باله أبدا، والكلمات التي اعتادها الناس ولم يطرأ على بالهم أنها من المحظور وهي بنفسها ليست محظورة، لا ينبغي أن نؤولها على الشيء المحظور، بل ندع الناس وما عرفوه باصطلاحهم. نعم.